وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة الوطنية يقدم لاش الجشع، لاش الطمع، لاش اللهطة، احمد مولاك وارضى باللي ربي اعطى. لا تتهور، لا تزور، لا ترمي نفسك في ورطة. الوثيقة. الوثيقة مسلسل إذاعي كتبه محمد رشدي. إعداد حسن مكيات. إنتاج الإذاعة المغربية. إخراج أنور الجندي. الحلقة 24. غادي نديو المقدم للروضة. روضة؟ أمتي أنا لينا لينا. إيه للروضة ولا البيت الخطر كوما مباشرة. ها أحصلتوا يا المجرمين، هادي هي العلامة علاش كنقلب. صافي طلعت قراد، أنا المقدم جليدة. ولدي خالي جلال أنا فالي. يلا أتقبعي. هادشي ولا عندك فيه كتر من الشك؟ كنقلب لكم على طرف ديال الخبز يا هاد المخلوقة. ثلاث أيام ما خليت فين مشيت. ياك ما مشيتي للكوميسارية حتى هي. إوا هي اللي بقات ليا، اليوم كنت غادي نمشي ليها. لا لا لا، أنا الحل هو خصني ندخل التليفون. فين مشات ديك المزغوبة من الخدامة؟ عطيتها يومين، قالت لك بغات تطلع شي وراق. النهار وما طال وهي كتسول عليك. اش قول ليها شحال كتسنى هاد المخلوقة؟ شهر. قلت لها حتى ترجع. هذاك الشيء علاش كتسول؟ نقولوا الله يحس على الهوان، ولكن باقي ما عرفت معها من هو. المهم هاكي هاكي يا سعاد، هالفلوس غادي نمشي نطلب الوالدة تخدم واحد السيد كان باه خدام عندنا. انا غادي نمشي لعند خالي. وعلى اله غادي ندوزك عند خالي وندوز عند الوالدة مباشرة. تغدى معانا وعاد ندوزو عند الوالدة. الغدا عند الوالدة، نفك بعدا هاد المشكل، والعشاء عند خالك، ويمكن كاع نباتو عنده انا وياك. يلا صافي. صبر السي العربي، صبر، انت تفدي كل شيء. اش صبر الصبر ودي الصبر. كنت بداري وكنت بمراتي. مراتك خاطب السيمانه الجايه كنت غندير العرس. قطع ليا منين؟ من السماء. شوف ما تقلقش، غادي تبدا الخدمه في محل باك بالسكنه والماء والضوء. اش ودي اش، ومن نهار شفتكم ما شفت الضوء. انا صافي، هذه الدقه ديال المقدم جليده ما فيهاش. واخا يكون كيضرب خط زناتي، ما عرفناش فين حنا دابا. انا غادي نحل. السلام عليكم. على سلامتك ولد اختي، فين غبرتي؟ باش نقول لك اخالي جلال غير عند النساء. انت جلس عند النساء وانا فرقني عليهم. تبارك الله عليك. المهم هاد الهضره كامله، اشنو درتوا لي في الخدمه؟ كاين مشاكل عويصة جدا جدا جدا. اس اس يهضر مسرح، بارك الله فيك. انا راه ماشي باقي دري تبداو تلعبوا بيا الكره كيف بغيتو. تنفوني من الدوار وتسجنوني في الصندوق ديال الوقيد. شوف يا اما قول لي اش كاين ولا مشي نعلم المخزن. عندكم تكونوا غالطين. عندكم تكونوا غالطين مع روسكم. السي العربي السي العربي ما تزربش، خلي خالي يشرح لك مزيان ونعرفوا الوضعيه شنو هي. اش من وضعيه اش من وضعيه، مالكم باغين تقادوا الميزانيه ديال البلاد؟ وهالملاغه هذه والله الا الملاغه هذه. على رقبتي ما خلاني نكمل. ابار واش حنا غادي نفرطوا فيك؟ حاشا، ما تلقوا مني حتى تدخلوني الحبس. اقول يا سيدي، قول لي قول لي انا كنسمع. يلا قول. المشكل السي العربي هو ان الوالد المعمل عنده ما بقاش خدام، والخدامه عاملين الاضراب على السوايع الاضافيه. مفهوم؟ ايوا صافي، هات الاضراب ما لقى وقتاش يجي حتى جيت انا. ياك المعامل كلها فيها المشاكل، صحاب المعامل ولاو باغين يخدموا الناس بلا فلوس. واخا غير دوني نخدم وبلا فلوس، غير ما نبقاش جالس. ما عندك مناش تخاف، الخدمه موجوده. شوف علاش ما تخدمش انت حارس ديال السيارات، 500 درهم للشهر والسكنه. كاينه بعدا السكنه بحال دارك. لا مالا ضو، حيت بابا عنده معارف كثار، يمكن يتدخل في المشكل ويفكوا. والله يديك انت، خاصو يفك اولا مشكلك معايا. يا احمد هذا انا اللي غادي نفكو بيدي. عييت بنتي بهذا التمر، والله ما كرهت نرتاح واحد العام. ايوا سير بابا الباديه، راه دابا تتكون ممتازه في هذا الوقت. لا لا لا، ما بقات باديه بنتي، كل شيء عمره خروطو، بنادم كحل الراس. هاد المحل اللي فيه ساكنين كانت باديه معتبره، والمعمل في يمنا كانت أرضه كان عقل عليها كلها خيرات، والوليد كان كيحرتها
وكيجني تيمارها من داك الشيء الرفيع. يا ما ربحنا منها. اما دابا نسعى والله السلامه قواه بش. ايوا انا نعيق. ايوا قلبت الكلفيسه وقردعت الارض وعليت العمارات وكثرت العقارات. ابابا ابابا سامحلي سامحلي بابا، هذا المنطق باش كتهضر هذا راه منطق انانيه. لا 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 لا، انا بنتي كانت عايش مع ذوق السوق ومتطلبات العصر. انا حضاري وهذا زمان السرعه زمان الماده. عندك بنتي الفلوس عيش، ما عندكش نسحب الى غير الرجعه. لا واه لا واه بابا لا واه، لين غادي تنسحب بسلامه؟ العالم الاموال. اذا انا بابا على هذا الحساب اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس. ايوا في الحقيقه هذا العصر اللي حنا فيه تفقد منه الحنان. واحمد الله بنيتي عندك الحنان ديال باباك وماماك. بالعكس ماما، انا راه كنتكلم على اللي ما عندوش. ايوا ما عندوش، ما غاديش نبداو نقلبوا عليه بالفتيله والقنديل. واللي ما عندوش راه مسايلو كلها كيف بغى الله يشوفه. المسلم ماما ما يكون مسلم حتى تيحب الخوه المسلم اللي كيحب لنفسه، وهذا راه حديث شريف. هيا 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 بنتي الخير، حنا كنتمناو للناس، ولكن ما يمكنش انا نجمع الثروه باش نفرقها على الناس. كيف انا خدمت وعرقت خاصو حتى هو يجمع ويعرق ويد العليا افضل من اليد السفلى. ها ايوا واللي ما عندوش مسكين وما عطاش الله ما تاع الدنيا. ايوا بنيتي فرقي البحر ارجع سواقي. ايه شحال قد بنادم ما يعطي، ايه عيال اللي يعطي ما عيال اللي يشد، واللي بغى الفلوس ينوض يكحفر عليهم. يعني الصداقه ما كايناش في العرف ديالكم كاع؟ لا 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 لا، ماشي ما كايناش، انما الصداقه كتعلم العجز، واللي عطيتيه اليوم يصبح عندك غدا ويقول لك هل من مزيد. تبارك الله على الروم، تبارك الله على السي العربي. شنو شكون العربي؟ ما عم تتكلم يا سي، راه واقيلا انت غلط في النمره. ايوا اسمح لي اسمح لي يا سيدي. ما كاين بس اسمح لي ميسا، كان شي ما نقضي وانا موجود. لا غير بغيت شي سياره الا كانت يعني بون اوكازيون تكون في حاله ممتازه. ايوا من الاول قول السياره ماشي العربي. لا تسمح لي نعطي السواره للمول الطوموبيل هو ماشي. انا هنا سي جاود انا. صافي هاك ها السويرتات. اشوف انا غسلتها من الداخل شتي نقي. بلاتي نحط لك السوي كلاص. بلاتي هان. تبارك الله عليك. بسم الله بسم الله الله يخلف سي قدور. ايوا الله عاون هاد الساعه. المهم سوا باش غتبقى تخدم ان شاء الله في العشيه نجيبها لك. يلا ان شاء الله. الله يكثر خيرك الله يكثر خيرك السي جواد، الله يخطيكم علينا. سمعتي السميه الجديده السي قدور؟ ما بقيتش تعيط لي العربي، الا عيطتي العربي راه نكرك. احسن من قدور. واش نتوما تخليو بعدا شي واحد في سميتو اللي عطاوه والديه؟ ما عندناش درنا لك عاود ثاني قدور العربي. قدور قدور ماشي العربي. بحال بحال ماشي بحال بحال قدور. وعلى هذاك المقدم اللي خلينا مليوح في الدار غادي يرحمني؟ على دابا ماشي انا واحد منكم، مرحبا انا تصوري معلقه في الكوميسيريات كاملين محبين مسلسلات. ايوا انت شرف تولي واحد منا واللي تصورك معلقين في مراكز الشرطه. اه شرف الشاف ديال العصابه. هيا قدور قد الكلام. هاكا كنبغيك الله يرضي عليك. قول سي قدور. خاصك تدبع على السميه الجديده نهمس. وخاص باك جلال يدبع عليها ماشي انا. با جلال جلال رئيس العصابه ماشي باك في الحرفه. عندك الحولي؟ عندي افضل من الحولي. شنو هو؟ انت لعنة الله عليك.